اليوم المغرب رقم صعب على جميع المستويات. رقم السادس ديما التوب من عندي أنا. نبدأ من تونس، حيث بدأت في الوصول الشحنات الأولى من المساعدات الطبية المرسلة بأمر من العاهل المغربي الملك محمد السادس. وفي هذا الإطار غادل 3 طائرات عسكرية تحمل كل واحدة منها 13.5 طن من المساعدات الطبية، غادرت صباح اليوم القاعدة الجوية 3 للقوات الملكية الجوية بالقنيطرة متوجهة إلى تونس في إطار هذه المساعدات الطبية العاجلة التي ترمي دعم هذا البلد المغاربي الذي يشهد تدهورا في الوضعية الوبائية المرتبطة بكوفيد-19 منذ عدة أيام. وتتضمن هذه المساعدات وحدتي إنعاش كاملتين ومستقلتين بطاقة إيوائية تبلغ 100 سرير، كما ستشمل أيضا 100 جهاز تنفس ومولدين للأكسجين بقوة 33 متر مكعب في الساعة لكل واحد منهما. وإضافة إلى الطائرات العسكرية 3 التي توجهت اليوم إلى تونس، ستتوجه في الأيام المقبلة طائرات عسكرية أخرى نحو هذا البلد الشقيق لمواصلة نقل هذه المساعدات الطبية التي تندرج في إطار روابط التضامن الفعال بين المملكة المغربية والجمهورية التونسية، وكذلك في إطار الأخوة العريقة التي تجمع الشعبين الشقيقين. رقم السادس ديما التوب من عندي أنا. خرج مرة برك في تونس العاصمة بشارع بورقيبة لفترة 15 دقيقة وانتشرت الصور نتاعو في العالم اجمع وتكلبت عليها وكالات الاسفار العالميه. اشهار مجاني قام به الملك لتونس وللسياحه نتاعها، مع العلم ان تونس اكبر منافس للمغرب الشقيق في القطاع السياحي في شمال افريقيا. ومع هذا الكل ومع هذا الحدث الفريد من نوعه في الدول العربيه والافريقيه وربما حتى في العالم، لو حصل الشيء هذا في دوله متقدمه ومتفتحه ومتطوره وديمقراطيه كان الحدث هذا يستغلوه بكيفيه لا تخطر على بال الاعلاميين. احنا ما عندناش اعلاميين. محمد السادس اللي بفتره 15 دقيقه في شارع بورقيبه فيها عده معاني وفيها عده رسائل ونجموا نستثمروها سياسيا. فيها رسائل خطيره، فيها رسائل عميقة تحب لها أكبر المحللين والسياسيين في العالم. ملك المغرب حب من حب وكره من كره، تحركاته محسوبة وقليلة جدا في العالم أجمع، والعديد من الدول تود فيه وهو يتجول في العاصمة يحكي مع المواطنين بكل تواضع ويتصور معهم. مرحبا بك تونس. اش تبغي تلعب معانا يا اخي؟ مرحبا بك تونس. مرحبا بك. مرحبا بك. Majesté, si la Tunisie était déstabilisée après les événements de Gaza avec la maladie du Premier ministre monsieur Nouira, est-ce que le Maroc serait alors le dernier pays du Maghreb dans le clan occidental? D'abord, je puis vous dire que la Tunisie ne sera jamais déstabilisée. Pour quelle raison? Parce que la Tunisie est un peuple. Et on ne déstabilise pas un peuple. On peut déstabiliser un régime. On peut faire que ce pays marche claudiquant ou en peinant pendant des années. Mais de là à effacer le subconscient et le conscient tunisien, il faudrait une bombe atomique ou plusieurs bombes atomiques pour l'effacer de la carte complète. Deuxièmement, la Tunisie a des amis qui, bien qu'étant loin, ne se contenteraient pas de la défendre par la presse ou par la radio. Militairement? Militairement, le Maroc, au cas où la Tunisie était attaquée, est prêt, a déjà pris ses dispositions pour être aux côtés du peuple tunisien. الملك المغرب خاصة بعد وقفته بعد وقفته مع تونس في شارع الحبيب بورقيبة راه تخلى عن كل البروتوكولات الملكية من أجل عيون التوانسة. هذاك علاش يقول ألف طب. ملك المغرب في قلب العاصمة وهو يتجول كمواطن عادي. ملك المغرب حب من حب وكره من كره، تحركاته محسوبة وقليلة جدا في العالم أجمع، والعديد من الدول تود فيه وهو يتجول في العاصمة يحكي مع المواطنين بكل تواضع ويتصور معهم. وهو ملك شاب وعمل برشا حاجات البلاد وباهية برشا،
يا ليت برشا رؤساء عرب في عوض دخلنا في حروب في فوضى راهو فهمنا شويه اللي لازم بلاد زي ما حريه زي ما ديمقراطيه فراهو جنبنا برشا حاجات البلدان. انا بكل صراحه الملك هذا نحترمه برشا. امشي المغرب حتى في افريقيا امشي المغرب وشوف. لا لا شوف برشوف شوارع المغرب نشوف الناس ماذا يصنعون. المقارنه موجعه يا سي سامي. مقارنه جدا موجعه. اليوم المغرب رقم صعب على جميع المستويات. خرج مره برك في تونس العاصمه بشارع بورقيبه لفتره 15 دقيقه وانتشرت الصور نتاعو في العالم اجمع وتكلبت عليها وكالات الاسفار العالميه. اشهار مجاني قام به الملك لتونس وللسياحه نتاعها مع العلم ان تونس اكبر منافس للمغرب الشقيق في القطاع السياحي في شمال افريقيا. ومع هذا الكل ومع هذا الحدث الفريد من نوعه في الدول العربية والإفريقية وربما حتى في العالم، لو حصل الشيء هذا في دولة متقدمة ومتفتحة ومتطورة وديمقراطية كان الحدث هذا يستغلوه بكيفية لا تخطر على بال الإعلاميين. احنا ما عندناش إعلاميين. محمد السادس اللي بفترة 15 دقيقة في شارع بورقيبة فيها عدة معاني وفيها عدة رسائل ونجموا نستثمروها سياسيا. فيها رسائل خطيرة، فيها رسائل عميقة تحب لها أكبر المحللين والسياسيين في العالم. المغرب كي نقوله ركن أساسي، أولا يجب أن نؤكد تاريخيا أن المغرب هو أقدم مملكة عربية. المغرب بلد مؤسس كمملكة علوية منذ 1660، بعدين صحت وعالجت نفسها، عالجت نفسها بالعمل بالتنمية بالإبداع بتغيير المناهج، مناهج التعليم، مناهج الاقتصاد، مناهج كذا، السوق اللي راهو نحكيو على موت نتاع عبيد. الحسن الثاني الله يرحمه كان يقول سأجعل من مملكتي أفضل جمهورية عربية. إزي عاي المغرب أنا فاش تعجبني مثلا، تعجبني في الحاجة هذه، تعجبني في السياحة متاحة اللي مدعمة، تعجبني في برشا حاجات كيف هكايا مدعمين شعبهم بصراحة. لأن المغاربة فاتونا واستثمروا كثير وأصبحوا موجودين في إفريقيا كمنصة عالية جدا جدا، وأعني ما أقول وأعرف بالأرقام. حاجه باهيه لتونس، هذه حاجه باهيه لتونس، ما لك حول سي تونس لا باس عليها. المغرب رسم لنفسه خطه استثمار بعيده المدى في افريقيا، صحيح عندما نقول أن افريقيا فاتحه ذراعيها وابوابها للانتاج المغربي ولرجال الاعمال المغاربه وللبنوك المغاربه، صحيح. السادس ديما توب من عندي انا.